ولسه مكملين معاكم فقراتنا، وصلنا لفقره المطبخ. النهارده مطبخنا هيكون ايجن مع صانعه المحتوى نوران احمد. ازيك يا نوران؟ طيب منوراني في هوا وهنا. نورك. قولي لي هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل تشيكن سويت اند ساور وباستا برضو. عايزه اقول لك ان دي اكلتي المفضله. كلنا يلا بينا نبدا. بس قولي لي المقادير الاول عشان ننزلها على الشاشه. اوكي بصي، احنا التشيكن الاول بنتبلها بتوابل فراخ وملح وفلفل اسود وتوم باودر. اوكي. وبنحط عليها نشا ودقيق علشان احنا اوريدي بنحمرها. النشا بيخليها تدي كريسبي كده. كريسبي، ونفس الوقت من جوه بتبقى طريه فبيبقى طعمها حلو. حلو قوي. بس بعد كده بقى بنعمل بقى الصوص وبننزله عليها بقى. طب ايه الصوص؟ ايه مكونات الصوص؟ الصوص بيبقى صويا صوص وكاتشب وعسل وتوم باودر. بيقلبوا مع بعض بنشا علشان لما يتحطوا على النار يكون الصوص فيه. هو الاثنين دول صويا؟ لا، ده عسل اسود. ده عسل اسود وده صويا صوص. حلو، عشان يبقى ترياكي بقى. مسكر يبقى ترياكي. بالظبط كده. يلا بينا نبدا. اوكي. اول حاجه نبدا بيها هنعمل الفراخ الاول. بس نحط خلاص. انت حاطه زيت قد ايه تقريبا؟ يعني ربع الوق يعني مش زيت كتير، مش زيت غزير. الفراخ. طب نوران كلميني كده عن نفسك، قولي لي بقى امتى بداتي تعملي محتوى على السوشيال ميديا؟ انا بقالي 4 سنين شغاله. انا اوريدي اصلا بدات ان انا موديل، حجاب موديل. استلسه وانت قمر ما شاء الله تجنني يعني. استلسه بنزل شوتس يعني. فحسيت بقى ان مع الوقت اصلا يعني من زمان وانا كان نفسي ابدا قوي اصلا. فلما بدات بقى مع الوقت حسيت اللي هو انا حبيتي الكاميرا اكتر ولا الاجواء؟ اجواء اللوكيشن والتصوير. وانا اصلا من زمان حاسه ان انا بحب التصوير وبحب اتصور وبحب يبقى لبسي شكله مختلف وكده. فاللي هو ليه ما افتحش الاكونت بتاعي بابليك، وليه ما بقاش يعني ابدا بقى انشر حاجات. انت بداتي ككونتنت كريتر. اوكي. لايف ستايل ولا انا الاول تخصصتي في المطبخ؟ لا، انا اصلا بدات موديل في الاول. ومع الوقت لما عملت الاكونت بتاعي بابليك لقيت الناس كتير قوي بدات تحب الستايل بتاعي وتحب الحاجه بتاعتي. فقلت لي بقى ما اخدش كمان في موضوع البلوجر بقى، وابقى موديل وبلوجر مع بعض في نفس الوقت. وان سيم تايم يعني غير ان انا يعني از بلوجر انا اوريدي عملت ايجنسي عشان انا بقى لي كتير قوي في مجال الموديلنج. فعندي برودكشن وماركتنج ايجنسي. لا ده انت داخله في الموضوع بقوه. يعني بستلم شوتس من اولها لاخرها وبعمل كل البراند موديلنج شوتس. بالظبط. وغير الماركتنج برضه عشان انا اصلا اوريدي خريجه ماركتنج. فيعني ديجيتال ماركتنج كل حاجه وميديا باينج كل حاجه. انت داخله المجال بثقه. ودراسه الاثنين ما شاء الله. بقى فاخدنا اكسبيرينس كبيره فقلنا طبعا. لازم بقى نفيد الناس. الاكسبيرينس على ارض الواقع دايما مختلفه. بالظبط بالظبط. طب الزيت ساخن معانا؟ يعني هو لسه بدا يتسيح. اوكي نتبل بقى الفراخ. هنحط توابل الفراخ الاول بيها. تمام. نحط قد ايه تقريبا؟ هو المفروض بنحط معلقتين. يعني بس احنا معانا معلقه، فلو الناس عايزه تعرف يعني احنا بنحط قد ايه. ده فلفل. ده فلفل اسود. اوكي هنحط الملح. ودايما الثوم الباودر بيفرق قوي قوي مع الفراخ اكتر من الثوم الفرش. جدا جدا. بالظبط. احنا اصلا لما بعد ما نحمرها واحنا بنعمل الصوص هنعمله بتوم فريش عشان هو اللي بيبقى طعمه اتقل. بالظبط هو اللي بيدي طعمه اكتر. حقيقي عايزين بس مع اي حاجه فرايد. بالظبط. الثوم الباودر افضل دايما عشان ما يتحرقش كمان في الزيت. محتاجه معلقه. كله هتلاقيه وراك. انت قلتي ده جينجر اللي جنب ولا ده توم فريش؟ لا ده توم فريش. بنحط حبه زيت عشان لما نيجي نقلبها في بعض ما تبقاش تقيله، ولما نحط عليها النشا تمسك فيها. تمام. طب انا لو ما عنديش نشا ممكن استبدله بشويه دقيق؟ هو اوريدي احنا بنحط النشا ودقيق. فانت لو عادي ممكن، لو ما عندكيش نشا عادي ممكن ما تحطيش الستاب بتاعتها ان انت تحطي النشا بتاعتها عادي وتحطي دقيق على طول. طب ليه ساعات بيحطوا بيكنج صودا مع الفراخ؟ علشان البيكنج صودا بينفشها، بيدي اللي يخلي من بره ان هي تحسيها كريسبي ومنفوشه اكتر. البيكنج باودر ولا الصودا؟ لا الصودا. الصودا هي البيكنج صودا بتنفش اي حاجه عامه بتحطيها، يعني حتى لو هتحطيها في كيك او حاجه بتنفش الكيك. اوكي دلوقتي خلاص طبلنا الفراخ. هنحط بقى النشا والدقيق. بالظبط. طيب ازاي بقى بداتي في الريسيبيز والمجال ده؟ بصي هو انا اصلا بحب المطبخ جدا. يعني من صغري. انت بتعرفي تطبخي كويس؟
وكمان الحاجات بقى الحلويات انا بجد يعني اول ما ابقى متضايقه ادخل المطبخ اقعد بس ما شاء الله مش باين عليكي ده انت موديل او ما ازاي نوران بتعملي المعادله دي؟ عايز اقول لك يعني انا اصلا بحافظ على وزني جدا يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا عليكي والله ما اكلش كتير بقى لا ما شاء الله ظابطه نفسك يعني بحاول اول ما اتخن كده لا لازم الموديلنج بقى ما ينفعش دلوقتي هنقلبها مع النشا قبل ما نحط الدقيق علشان يعني تمسك مع النشا تمام احنا بس عايزين نسرع عشان وقت الفقره قصير قوي ماشي هنحط دلوقتي بقى دقيق اوكي والدقيق قد ايه برضو هو النشا قد ايه والدقيق علشان يعني يملاها كلها دقيق تمام. علشان لما تتحط يعني لحد ما تتغطى يعني. بالظبط نغطيها بس دقيق تمام اوكي عشان ما تبقاش ماسكه في بعضها لما ننزلها على النار ما تبقاش الفراخ ماسكه في بعضها انا دايما بحس ان الايجن كويزين سهل قوي وسريع قوي بس هو انتي مش محتاجه تتبلي بس انتي مش محتاجه تتبلي الحاجه قبليها بفتره فاهمه فده حلاوته يعني حسب بس تعرفي ازاي تظبطي الصوص لان طبعا الصويا بيبقى اوريدي ملحه عالي فهو بس بتبقى الظابطه يعني اوكي الزيت سخن كويس؟ تمام هو اهم حاجه ان هو يبقى سخن علشان التشيكن اول ما تنزل تاخد لون في نفس الوقت بعد كده نهدي النار عليه شويه علشان التشيكن نفسها من جوه تستوي تمام وازاي اعرف ان التشيكن استوت؟ هي اول ما بتاخد لون جولد كده بتعرفي خلاص ان التشيكن كده من جوه استوت هي بتاخدش كمان وقت يعني اصلا بتستوي بسرعه مش زي اللحمه خالص هي والشمس والسي فود يعني بشكل عام طب انت قلتي لي بتعرفي تعملي ديزرت حلو قوي اكتر ديزرت بتعرفي تظبطي السينابون اوكي عايزه اقول لك ان انا بقى يعني بحب السينابون بس انا ماليش في السينامون قوي في القرفه ايوه في ناس كتير كده بس انا بعشقه بصراحه انا بحط أنا كتير جدا القرفه مش عارفه ازاي هو اصلا من غيره مش هيبقى ليه طعم هو بس انا بقلل نسبه السينامون فيه بزود بقى البيكان والحاجات دي والكراميل اللي فوق الكراميل ده خطير انا عاشقه الكراميل بحطه في اي حاجه مع القهوه مع اي حاجه طب ايه الديزرت تاني بتعملي حلوه دونتس ده انت الحاجات اللي بتتخن فعلا كل حاجه بتتخن حاجات بتتخن بس اصل انا محمود بيحب السكريات جوزي فاحنا الاثنين عكس بعض هو منورنا في الاستوديو وانا دايما بحب قوي الزوج السبورتيف ايوه بصراحه فهو كان معاكي بقى من اول الخط يعني هو اللي شجعك من ساعه الخطوبه وكده يعني انا جه في دماغي مثلا لو انا هتخطب لا هيقول لي اقعدي في البيت وما تشتغليش وكده لا بس بالعكس هو كان بيشجعني جدا قوي بالعكس كان بيشجعني كتير وساعات مثلا بيجي عليا وقت اللي هو انا خلاص تعبت ومش قادره اكمل ومثلا لو في مثلا فيديو او حاجه الناس بتنتقد او كده بس انا ما بتضايقش من الانتقادات سواء بيقعد يقول لي ما يهمكيش بالعكس هو اكيد بينتقدك عشان تبقي احسن بالظبط فبيقعد يقول لي ما يهمكيش من اي حد بيقول اي حاجه يعني كملي ولا يهمك فهو بصراحه بجد بيشجعني واستنى لحد دلوقتي يعني انت شايفه طب هل بيساعدك مثلا لما انت بتصوري ريسبيز هل ممكن يساعدك يجيب لك وصفه يساعدك في التصوير هو بصراحه يعني لما بكون في البيت او بعمل مثلا حتى لو انا بعمل حاجه فاشن ليا هو بصراحه بيساعدني قوي يعني هو كتر بجد حتى لما بنزل اصور مع براندز كتيره او كده هو حرفيا بيجي وبيصورني وبيجي معايا ما شاء الله عليكوا يعني امسك الخشب ما شاء الله عليكوا فالحمد لله يعني انا كنت خايفه هو احلى حاجه الزوج الدعم واحلى حاجه انكم تبقوا متفاهمين بالظبط كده طب هو اكتر ديزرت بيحبها ايه بقى بتعملها له بصي هو بيعشق البسبوسه فاهم يعني ما جربتش اعملها قبل كده مصري ما جربتش اعملها قبل كده بس هو بصراحه بيحبها قوي 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 اوكي هو وبيحب الشوكليت اي حاجه فيها شوكليت هو موجود احنا كلنا بنحب الشوكليت انا مش بحبها لا ليه مش بحبها ايه نوران ده والله العظيم بصي انا بحب الشوكليت مع نفسها مش بحبها جوه حاجه يعني مثلا الايس كريم بحبه فانيلا مش بحبه شوكليت استحاله اكل ايس كريم شوكليت بجد انا بحب الشوكليت وبحب الدارك شوكليت كمان اكتر لا انا الدارك شوكليت دي بالنسبه لي مراره بس مره جدا بحبها جدا ما انت صحيه قوي دارك شوكليت وعايز اقول لك بتنفع قوي في الدايت وبتسرع من الميتابوليزم عشان تخسي رائعه يعني وبتدي باور طب اكتر كويزين بتحبيه ايه اكتر مطبخ بتحبيه بصي انا بحب المطبخ الشرقي قوي جدا بس هو صعب هو صعب بس هو مفيش احلى منه
طبعا يعني بالظبط يعني طبعا. في احلى من محشي؟ مفيش احلى من محشي. في احلى من الكشري؟ انا بعشق الكشري والملوخيه. ده الملوخيه دي اكله الطفوله. انا بحب الاكل المصري جدا. بالاخص يعني ورق عنب وكل حاجه. عنب ده تحفه بالظبط. طب بتحبي ايه تاني؟ يعني اكيد بتحبي الايجن كوزين ما دام النهارده عملتي سويت اند ساور. هي سويت اند ساور وبيبقى فيه بيف كده بتتعمل بترياكي صوص بتبقى خطيره. انا بحب الترياكي. ترياكي صوص ده البيف ترياكي يعني اكلتي المفضله. حتى اللي هو المنغوليان سوشي. انا لما باكل سوشي اللي هو انا لازم اغرق السوشي كده ترياكي صوص كده. لا نوران انت هتبقي صاحبتي جدا. انا زيك. انا السوشي السوشي ما اقدرش اكله من غير ترياكي صوص. مش عارفه اعمل ايه النهارده. هي كده التشيكن. بتحبي السوشي را ولا بتحبيه مقلي؟ لا سالمون. يعني انا شخص سالمون جدا. لا السالمون بحب اخده فيليه مش بحب اخده مع السوشي. اوكي لا انا بعشق السالمون. لكن الرو صعب قوي بالنسبه لي. خطير. لا يمكن يعني. الفراخ اخبارها ايه؟ هي خلاص قربت تستوي بس انا لازم اقلبها كل شويه علشان كلها تاخد نفس اللون. بالظبط اللون اللي هو الذهبي. هي فاضل لها شويه دقيقتين. بالظبط دقيقه كمان. بتحبي ايه تاني بقى؟ ككويزين. اوكي بصي هو بالنسبه لي المحشي ده فوق طب. اوكي كل حاجه. بصي انا بعشق بجد بعشق بالذات الورق عنب. ده اكتر حاجه يعني بالنسبه لي لو اكله كل حاجه موجوده قدامي محشي هسيب كل حاجه واقعد اكل. هي والكشري حقيقي. على فكره انا بعشق الكشري. انا لو انسانه هفطر واتغدى كشري كل يوم مش هقول لا. حقيقي بعشقه بصراحه. بس هو ده بالنسبه لي يعني الاكلات المفضله. طبعا كل حاجه. طب احنا فاضل لنا بالظبط 3 دقايق. هل ممكن ننجز الاكله بسرعه؟ دلوقتي هنطلع التشيكن. هو بس معلش البوتاجاز مش قوي قوي. لا عادي. طب ياخد وقت. هو انا ممكن احطها على الخشب هناك عادي الطاسه نفسها. كنت محتاجه كيف كان في كلينكس لو كنت بس ما خلاص انا حاولت. تمام. اوكي هنعمل بقى هنحطه بقى في الصوص. احنا هنعمل الصوص دلوقتي. اوكي ممكن احطها هناك عادي. ممكن تحطيها تحت هتبقى سخنه في مكان. هتبقى سخنه. ممكن احطها تحت قوي. بالظبط. اوكي خلاص يلا نبدا في الصوص. اوكي هنحط الاول. انت عارفه ان انا ما كنتش عارفه ان احنا ممكن نحط عسل اسود. بجد؟ هو بحط عسل ابيض مع السوي. العسل الاسود بيدي طعم اكتر وبيدي تقل حلو. وغمقان للصوص اكتر من العسل. طب يلا بينا نبدا. من الاول هنحط ترياكي. ده ترياكي ولا سوي؟ لا سويا. سوري سوي صوص. محتاجين ميه. ميه مفيش تحت. هتلاقي تحت جار فيها ميه. بس ده قليل قوي. محتاجين ميه اكتر. طيب احنا ممكن معلش نشتغل باللي معانا عشان احنا بالظبط قدامنا دقيقتين. ماشي اوكي. هنعمل نحط الصويا صوص. تمام. وعسل اسود. عسل اسود معلقه تقريبا. معلقه كبيره. اوكي بالزبط. والصوص ده احط عليه مثلا كوبايه لربع ميه. كوبايه عشان احنا هنحط معاه نشا. خلاص فاحنا هنحط نشا علشان يتقل شويه. يتقل الصوص بالظبط. اوكي وهنحط معاه حبه توم باودر. توم باودر. والفريش هنعمل بيه ايه؟ هنحطه خالص. هنحطه دلوقتي. اول نحط زيت على النار. هنحط تمام. الاول توم كده هياخد بس لون. بعد كده نحط عليه الصوص على طول. خلاص حلو قوي. النشا داب. طب يلا بينا نحط. هنحط زيت. زيت. انت بتفضلي زيت زيتون ولا زيت عادي؟ اكيد طبعا زيت زيتون عشان بيكون هيلثي طبعا. مفيش كالوريز عاليه. مش مشكلة. نحط الصوص على النار. يلا بينا. بس احنا هنحط توم الاول. اوكي كده مش هيعمل كده. نحط الصوص بقى. هنحط بقى ال نحط معاه ميه. تمام. نزود بقى بميه. بس انا بحب انزل البصل والجزر مع الصوص عشان يدبل في نفس الوقت ويطرى. تمام حلو.
وسمك الصوص حسب الميه اللي احطها بالظبط وحسب رغبتي. هو اوريدي كل ما بتسيبيه على النار اكتر بيتقل اكيد، كل شويه بقى ممكن تخففيه على حسب انت عايزه هو تقيل ولا خفيف. تمام، ونحط الجزر. طيب احنا قدامنا اقل من دقيقه، ممكن نحطه كله سريعا عشان اوكي نحط التشيكن بقى معاهم. ايوه تمام، نقلبهم سريعا سريعا. وهنحط الكاتشب ولا خلاص؟ هتحطي الكاتشب مع الصوص؟ خلاص ممكن تحطيها دلوقتي. اوكي، يبقى هو الصوص عبارة عن كاتشب، صويا، صويا، عسل اسود بالظبط، ونشا، وملح، وملح وتوم باودر. وهنحط توم الفريش واحنا بنعمل الصوص. واحنا بنعمل الصوص. خلاص حلو قوي، اديني بقى تقليبة سريعة ونقدمه سريعا عشان خلاص وقت الفقرة انتهى. اوكي اوكي كده تمام، بس ملح. اوكي ملح تمام، خلينا بقى نقدم البلايت. اوكي